بالعودة إلى تطورات اليمن وتقدم المقاومة اليمنية بدعم من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي باتجاه الحديدة، ينضم إلينا من جديد ومن الساحل الغربي المتحدث باسم المقاومة الوطنية العقيد ركن صادق تويد. أهلا بك سعادة العقيد عبر سكاي نيوز عربية. سأعود معك يعني لما كنا انتهينا إليه، أهمية هذا التقدم العسكري وحجم ما تحقق في الميدان من مناطق استراتيجية تمت السيطرة عليها وتم طرد هذه الميليشيات وفرار قادتها ومقاتليها. مساء الخير أخي الكريم، أعتذر مرة أخرى عن انقطاع الصوت، تعلم نحن في الساحل الغربي والرياح شديدة هنا. بالنسبة لانتصارات اليوم، شكل اليوم خيبة أمل جديدة للميليشيات الحوثية وانكسار هام. بتحب تحرير المناطق الجديدة، سقطت آخر الدفاعات الرئيسية مدينة الحديدة، وبهذا تكون القوات المشتركة اليمنية والعربية على مشارف مدينة الحديدة. كما تعلم مدينة الفازة والحيمر ومخرق الزنك وكل هذه المناطق كانت تعد الخطوط الدفاعية الاستراتيجية للحديدة، والآن القوات المشتركة على مشارف مدينة الحديدة. هذا التقدم السريع يعني السيطرة وهذه تحقيق هذا التقدم ومضاعفة المناطق المحررة، يعني أن الساعات والأيام المقبلة يعني قد يعلن فيها السيطرة على هذا الميناء الاستراتيجي على مدينة الحديدة التي كانت تستخدمها الميليشيات لتهريب الأسلحة وقتل المدنيين. بإذن الله بإذن الله. كما تعلم التحيتة أصبح أمرها محسوما وفي حكم المنطقة المحررة، ولن يعد يفصل القوات المشتركة عن مدينة الحديدة وعن الميناء الرئيسي شيء. فالتخطيط جاري بإذن الله لما بعد التحيتة. أهمية إدارة المعركة عند ساحل الغربي مع ضد ميليشيات الحوثي، أنتم الذين ترتبطون بشكل مباشر مع المعارك اليومية وهذا التقدم السريع. كما تعلم الساحل الغربي كما ذكرنا أشار الشريان الرئيسي لهذه الحركة، وميناء الحديدة هو القلب النابض بعزل الحركة الحوثية عن الساحل الغربي وعن ميناء الحديدة. نكون قطعنا الشرايين بينها وبين إيران وبين حزب الله، وبذلك تكون معزولة في الجبال ويسهل السيطرة عليها بسقوط تلك الأماكن. كنا تابعنا مع مراسلينا يعني طوال هذا اليوم أهمية فصل هذه المناطق ويعني الانهيارات الحاصلة في صفوف ميليشيات الحوثي وأهمية هذا التقدم، أكثر من 60 إلى 70% من أرجاء هذه المديرية تمت السيطرة عليها بالفعل وطرد الانقلابيين منها. نعم اليوم بالانكسار هذا الكبير للميليشيات الحوثيه فرار قياداتهم قتلى وجرحى اسرى بيد المقاومه المشتركه اغتنام اسلحه ومعدات عسكريه، تكون القوات المشتركه حققت انتصار كبير يسهل عليها فيما بعد السيطره على مدينه الحديده وبقيه المناطق والمحاور الرئيسيه. السيطرة على مفرق زبيد ومنطقة المغرس هي أيضا يعني دليل جديد على أهمية التقدم باتجاه مدينة الحديدة وهذا الميناء الاستراتيجي مقابل الأعداد الكبيرة من القتلى والضحايا، يعني نحو 90 قتيل في صفوف أيضا ميليشيات الحوثي الانقلابية. وبل أكثر، هذا ما رصد 90 قتيل بل أكثر، يعد أكثر. الأداء مرضي، اشرح لك الأداء مرضي. تدار المعركة على أرض الواقع بمهنية عالية وتخطيط احترافي، تنسيق وانسجام كامل بين القوات المشتركة وبدعم وإسناد من التحالف العربي. المتحدث باسم المقاومة الوطنية العقيد الركن صادق دويت، كنت معنا من منطقة الساحل الغربي وهذا التقدم الكبير للمقاومة اليمنية طبعا بدعم من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي وهذا التقدم باتجاه مدينة وميناء الحديدة الاستراتيجية عند الساحل الغربي لليمن. شكرا جزيلا لك.